تحكي لعيالهم عني. أقول لهم إيه؟ جدتكو كان لسانها طويل وبتجر شكلي وبتمسك في خناقي. يا أختي أنت ما تخرجي بالسلامة تبقي تحكي لهم كل حاجة. قولي لهم إني كنت بحبهم وكان منى عيني أشيلهم فنين يا عيني. إيه ده؟ قلبي وجعني، شكلك بتتكلمي جد ولا إيه؟ إحنا هنخرج من هنا رجلي على رجلك ومتعكسين على بعض، وإن شاء الله هنشوف عيال عيالنا كمان وهم متجوزين. خلاص إحنا النقد بتاعنا فاضل له شهرين. تفتكر يا جبرية هيخففوا علينا الحكم؟ إن شاء الله. قولي يا رب. بقول يا رب. فك دقيقتنا إن شاء الله، وأول ما نخرج من هنا أنا وإنتي نطلع نحج ونلبس الأبيض في أبيض. إحنا لابسين أهو يا كريمة. ده بتاع العقاب، الأبيض التاني بتاع الثواب. يا رب. صلي على النبي وتفقلي خير. إن شاء الله. ألف صلاة وسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. برضو كلتي بعقلي حلاوة، والعيال كان لازم تشخطوا فيهم وتقولوا لهم زوروا مرات عموكم. ها يا عادل، 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 عادل. ده راح فين؟ أي خدمة؟ حضرتك مدام ريم؟ أيوة أنا ريم. إحنا معانا أمر بنقبض عليكي. علي أنا؟ يا ست زينات، في ايه ده؟ هو قبضوا على ريم. كيف؟ الحكومه راحت الفيلا وجرجروها على المركز وبيقولوا ان مروان هو اللي ورا الحكايه دي. تعالى وديني. يلا وديني بسرعه. على مهلك. وديني على مهلك يا ست زينات. ايه على مهلك. يلا يلا. يا عمتي هنا. ايه طمنينا. القرار طلع، حكم الاعدام اتلغى. الله بجد يا شهد؟ بجد الحمد لله. طب انا عاوزه ادخل اشوف ماما. طب خلاص هجيب تصريح بس ونشوفها كلنا. طب يلا يا جماعة يلا يلا. الحمد لله الحمد لله. شكرا يا رب. انت هتروح للمستشار بتاعك تقوله لو ما خرجنيش من هنا هقلب الدنيا على دماغكم. ايه دي بس؟ اهدى. ده ايه؟ اشمعنى انتوا قلبتوا الدنيا لما محرم حرق المخازن عشان يأمن نفسه؟ قلبتوا الدنيا وما قعدتوهاش، وفي الاخر رميتونا في عيلة عبد الحكيم، رميتونا في حضنهم. ممكن تهدي بس وانا افهمك هنعمل ايه؟ طب مروان رماني هنا دلوقتي في السجن، وانت حضرتك جاي تقول لي اهدي. طب اهدى ازاي؟ هتعمل لي ايه؟ بدل ما اخد 20 سنه هاخد 10 سنين؟ هتخرجي. هخرج ازاي؟ اولا في عداوه بينك وبين عيله عبد الحكيم. هو انت ما بتفهمش انا بقول ايه؟ بقول لك مروان هو اللي رمانا في السجن. انا عندي حل، انا متاكد انك هتخرجي بكفاله، يمكن تبقى كبيره شويه بس انا متاكد انك هتخرجي. ولو ما حصلش؟ هيحصل. هيحصل ازاي؟ فهمني. عصام اخباره ايه؟ ما ترد عليا. هو انا كل ما اكلمك في حاجه تسكت؟ عايز اعرف عصام ايه اخباره. ما هو اللي هيحصل لعصام هو اللي هيحصل لي بالظبط. لا في فرق. عصام اتقبض عليه وتم العثور على الادله اللي ادينه جوه فيلته. ما انت الفيلا عندك كانت فاضيه ما فيهاش حاجه. يا سلام، المخازن كان فيه حاجات كتير قوي، والمخازن باسمي. مين قال كده؟ هو اللي مين قال كده؟ المخازن باسمي فعلا. صدقيني في حاجات كتيره قوي في صالحك، اولهم موضوع المخزن ده. ازاي يعني؟ اه المخازن باسمك بس انت كنت مأجراها. مأجرها لمين؟ لبدري. ايوه لبدري الله يرحمه. وبدري كان من مطاريد الجبل، واكيد اكيد كان بيشتغل في اعمال غير مشروع. وانا بقى مجنونه عشان اجر المخازن لواحد من مطاريد الجبل، صح؟ وانت هتعرفي منين؟ انت جيت البلد ما تعرفيش حد، وكده كده المخزن ملوش لازمه عندك. وهو طلب ياجره وانت وافقتي، وبعد ما اجرتيه اكتشفت ان سمعته مش كويسه فحاولت تخرجيه وهددك.
صدقيني انت هتخرجي، يمكن تبقى كفالة كبيرة شوية بس مش مشكلة. عايزة أقابل عادل. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا تعالي يا زينب يا رتال، تعالي يا شهد، تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلوا على الله. يلا. مكتب بابا قوي. روحي يا حبيبتي. بالراحة يا ريتال، هتفضلي مجنونة. عايزاك تقولي الحقيقة ومن غير لف ولا دوران. طب أنا هلف وأدور عليكي ليه؟ لسه شايل في قلبك أي حاجة من ناحيتي؟ بصراحة يعني؟ أو بصراحة. أيوة لسه.